مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا نقطه نظام. حلقتنا النهارده بنتكلم فيها عن موضوع الساعه، موضوع اثار بلبله كبيره جدا والناس مش فاهمه. الناس عايزه تفهم يعني ايه تعديل قانون الشهر العقاري او استحداث الماده 35 مكرر. الحقيقه ان وزاره العدل اكدت ان الغرض من هذه الماده هي تسهيل او تبسيط اجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على اثبات ملكياتهم العقاريه. وايضا هو الهدف منه بيقول لك الحفاظ على ممتلكات المواطن وعدم الخلافات، يعني يبقى عارف حقوقه بالظبط، عارف حقه فين، بدل بعد كده ما يكتشف ان هذا العقار ليس له، ما هوش ملك له. الحقيقه ايضا انا عايز بس اتكلم في نقطه مهمه جدا، ان احنا برضو على لسان وزير العدل في احدى التصريحات تحدث ان في 8% بس من العقارات في مصر هي مسجله في شهر العقار والباقي كله غير مسجل. وايضا اكد مفيش حاجه اسمها الغاء صحه التوقيع، صحه التوقيع مستمره، نفى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بان في الغاء صحه التوقيع. الحقيقه انا معايا ضيف النهارده الاستاذ عادل صلاح خضر المحامي بالنقد للحديث وتوضيح وتبسيط الامور للمواطنين. انا من نفسي عايز افهم منه ايه، انا كمواطن عادي يا استاذ عادل في البدايه عايز اسجل، يعني كبدايه عايز اسجل اوراقي الملكيه ليا في شهر العقاري، كنت اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية التسجيل له طريقين، احنا الكلام ده بنتكلم في نظام الشهر العقاري. الطريق الاول البيع الرضائي. يعني ايه بيع رضائي؟ انا مالك العقار ده والعقار ده مسجل في الشهر العقاري، يبقى انا لجوئي كله الى الشهر العقاري وتسجيلي كله بيتم في الشهر العقاري بالاجراءات المتبعة. ودي طبعا السادة المحامين جميعهم عارفين الاجراءات. الإجراء الثاني هو اللجوء للمحكمة. إن أنا باخد حكم بصحة ونفاذ العقد، يقوم تسجيل هذا الحكم مقام العقد المسجل. يعني بعد ما باخد حكم بصحة ونفاذ باخد الحكم واروح الشهر العقاري. الشهر العقاري بيبحث الملكية والتكليف. وبعد كده بعد ما يبحث الملكية والتكليف ويلاقي الحكم بتاعي مطابق لصحيح قانون الشهر العقاري، في الحالة دي بيأشر هامشيا على هامش عرضة الدعوة وفقا للمادة 15 من قانون الشهر العقاري، ويبقى كده العقار ده مسجل باسمي أو الشقة دي مسجلة باسمي واتنقل التكليف بتاعها. تمام. الشهر العقاري بحث الملكية والتكليف ولقى ان فيه اي بند من البنود لا ينطبق على قانون على التسجيل، في الحاله دي بيرفض تسجيل الحكم الصادر بصحه ونفاذ هذا العقد. استحداث بقى الماده 35 من قانون الشهر العقاري، 35 مقرر من قانون الشهر العقاري عشان هذه الجزئيه، ان انا خدت حكم بصحه ونفاذ هذا العقد وعايز اسجله، الشهر العقاري بتغل يده عن ان هو يبحث الملكيه والتكليف وبيسجل لي هذا الحكم طالما اتبعت الاجراءات التي استحدثتها الماده 35 مقرر من قانون الاجراءات. طب الماده 35 مقرر استحدثت ايه؟ قالت لي هات الحكم وروح الشهر العقاري، والحكم طبعا بعد اعلانه وبياخد رقم كود في الشهر العقاري. الشهر العقاري على نفقاتي انا بيعلن هذا الحكم في جريده واسعه الانتشار لمده شهر. إذا حد اعترض على هذا الحكم بيعترض قدام قاضي الأمور المستعجلة في خلال أسبوع، في خلال شهر من تاريخ هذا الشهر. قاضي الأمور المستعجلة بيفصل في التظلم اللي بيقدم ليه في خلال 7 أيام من تاريخ التقدم بهذا التظلم، يا إما أن أنا أستوفي بقبول التظلم أو رفض التظلم. فإذا تم رفض التظلم أنا بقدم بقى ما يفيد هذا الكلام للشهر العقاري وبكمل الإجراءات. إيه هي الإجراءات؟ إن أنا بدفع رسوم الشهر العقاري. إذا كان هناك ما يستوجب إن أنا أدفع ضريبة تصرفات عقارية بجيب للشهر العقاري ما يفيد أن هناك سداد لضريبة التصرفات العقارية. طبعا الأحكام مستثناة من إن أنا أجيب ما يفيد اللي هي الرسوم بتاع نقابة المحامين. تمام. احنا بس انا معانا اتصال هاتفي المستشار احمد حجاج رئيس محكمة استئناف القاهرة. سيادة المستشار.
سيادة المستشار أحمد حجاج رئيس محكمة استئناف المنصورة. سيادة المستشار أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك سيادة المستشار؟ أهلا وسهلا وأهلا بضيوفك الكرام. أهلا بحضرتك سيادة. كنت عايز أفهم بس من حضرتك يا سيادة المستشار، في بلبلة على موضوع الشهر العقاري وتعديل القانون وصحة التوقيع، عايز أفهم من حضرتك إيه القصة في الموضوع ده؟ شوف هو ولا يعني مش شايف إن في بلبلة ولا في أي مشكلة، هي ببساطة شديدة جدا إن إحنا عارفين إن 95% من العقود الكبرى بين المصريين وبعضهم هي عقود تقدر تقول هي عقود عرفية، والعقد الابتدائي أو العقد العرفي هو إذا كان عقد ملزم بين طرفين يعني لأنه غير ملزم للكفة. يعني انا دلوقتي انا معايا عقد بيع ابتدائي، هذا العقد نافذ وصحيح بين طرفي، يعني بين البائع وبين المشتري، الا انه غير نافذ في حق الدوله. يعني هذا العقد عشان هيكون عقد يعترف به قدام الدوله لازم يكون عقد رسمي. طيب احنا عارفين ان في طريقين، عشان نبسط للمشاهدين بس، في طريقين لتسجيل اي عقار. هم احنا عارفين المبدأ العام ان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل. فعشان اسجل اي عقار المشرع وضع لي طريقين للتسجيل. الطريق الاولاني ان انا باخد ان انا البائع والمشتري بيتوجه الى الشهر العقاري وبيقوموا بتسجيل هذا العقد، يعني من تحويل العقد ابتدائي لعقد نهائي. تمام. طيب افرض البائع مش موجود، بتوجه بعد كده برفع دعوه اسمها دعوه صحه ونفاذ قدام المحكمه، تسجيل الحكم فيها بيقوم مقام التسجيل في الشهر العقاري. تمام. وده لا يسري عشان الناس برضه، لا يسري على دعوه صحه التوقيع. يعني دعوه صحه التوقيع دي دعوه تحفظيه فقط بتنفذ الهدف منها ان تثبت ان التوقيع اللي على المحرر دوت منسوب صدوره الى الشخص الى الشخص اللي حرر هذا العقد. تمام. لكنها دعوه لا تنقل الملكيه. يعني الناس فاكره ان دعوه صحه التوقيع دي دعوه تنقل الملكيه. هي دعوه غير ناقله للملكيه وملهاش اي علاقه بالحقوق العينيه العقاريه. بس بتحفظ الحقوق يا سياده المستشار. لا هي دعوه تحفظيه فقط. لكن ما تسجل ما بيترتبش عليها تسجيل العقار. طيب عشان اسجل العقار واقدر اتعامل مع الدوله حسب التعديل او اضافه الماده 35 مقرر من القانون 114.1964 الخاص بالشهر العقاري، الزم قال لك عشان تبقى تقدر عشان اقدر اتعامل مع الدوله بصوره رسميه، يعني ادخل الغاز والكهرباء والمرافق، يبقى لازم اسجل عقد دولي، وده ضمانه قبل ما يكون ضمانه للدوله فهي ضمانه للمواطن نفسه. تمام. واخد بال سعادتك؟ مع حضرتك. فانا بتوجه للشهر العقاري، البائع او المشتري بيتوجه للشهر العقاري ويسجلوا عقدهم، يعني يحولوه من عقد ابتدائي لعقد نهائي، او اذا البائع ما كانش موجود انا برفع قضيه برفع دعوه قدام المحكمه المختصه الكائن بدائرتي العقار محل التداعي دوت، وبحصل على حكم يقوم مقام التسجيل. تمام. عشان اقدر اتعامل مع الدوله بصوره رسميه، وده ضمانه زي ما قلت سعادتك للمواطن، وضمانه برضو للدوله. في استفسار استاذ عادل من سياده المستشار. انا بتكلم معالي المستشار جليل في بالنسبه للمناطق التي ينطبق عليها قانون السجل العيني، هل يسري هذا الموضوع في المناطق التي يسري عليها قانون السجل العيني؟ لان انا شايف التعديل والله حتى احنا بنتكلم على الشهر العقاري. طيب انا دلوقتي اما اجي قدام حضرتك وارفع دعوه صحه ونفاذ، دور حضرتك كقاضي الحكم بتاع حضرتك بالحق محضر صلح بمحضر الجلسه، هل يقوم مقام صحه ونفاذ عقد البيع؟ والله هو حتى التعديلات بتقول او ما يطيق او الصلح، يعني الصلح الحق يعني محضر التعديلات بتقول او الصلح، طالما تحصلت على حكم بيثبت هذا التصرف سواء بالصلح او بغيره، يعني قال لك او بتقريره او بالصلح،
تمام. فهذا في النهاية بقدر في الآخر برضو أتقدم لشعر هذا الحكم ويقوم مقام التسجيل. تمام سيادة المستشار، شكرا لحضرتك سيادة المستشار أحمد حجاج رئيس محكمة استئناف المنصورة، بشكر حضرتك على المداخلة دي يا سيادة المستشار. سيادة المستشار اتكلم برضو في العدل الابتدائي، وأنا كنت عايز أسأل حضرتك إيه قصة العدل الابتدائي ده معترف بيه وإزاي جبت تسلسل وملكية يعني الناس برضو عايزة تفهم، لأن في سؤال النهاردة أنا عندي عدل ابتدائي هسجل إزاي؟ هو بص أنا أقول لحضرتك حاجة، محكمة النقض قالت القول الفصل في هذا الموضوع. قالت العقد الرسمي العقد العرفي كالعقد الرسمي فيما بين طرفين. يعني معك عقد عرفي عليه صحة توقيع، عليه صحة ونفاذ، تم تسجيله أو لم يتم تسجيله، العقد العرفي فيما بين طرفيه كالعقد الرسمي تماما. ده نص المحكمة، ده حكم محكمة نقض وحكم صادر من دائرة توحيد المبادئ. يعني من جميع مستشاري محكمة النقض. تمام. وزيه زي القانون بالظبط. فالناس ما تقلقش انها تحصلت على حكم صحة توقيع، يعني مش معنى كده ان الحكم بتاعه باطل او ان العقد بتاعه اصبح باطل او ان العقد بتاعه اصبح والعدم سواء. انما انا بقول نقل الملكية استقرار ليها، تسجيل الملكية في الشهر العقاري استقرار ليها سواء ليك او للي بعدك، دي واحدة. تمام. فالعملية مش عملية نقل مرافق فقط، ولكن استقرار ملكية. ولكن هذا الموضوع قد يفتح مشاكل كتير جدا. ايه هي من ضمنها بقى؟ باب التحايل على هذا القانون. انا وانت هنعمل صحة ونفاذ وهعلنك وهيتم الشهر في النشر في احدى الجرائد واسعة الانتشار اللي محدش اصلا بيقرا جرايد دلوقتي. تمام. ومفيش جرايد دلوقتي اعتقد في اعتقادي انا واسعه الانتشار زي ما النص قال، وبناء عليه ممكن افتح باب للتحايل على الاملاك الخاصه اللي هي ثابته ولكن بورق عرفي وليس بورق رسمي. ازاي بقى؟ يعني انا عندي عماره، العماره دي اشتريت الارض بتاعتها بعقد عرفي. تمام. وخدت عليها صحه توقيع وبنيتها عشوائيات. تمام. وبنيت فيها 20 شقة 30 شقة زي ما يكون. انا بقى جيت على 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 شقة من الشقق 2 3 عملت صحة ونفذ لهذا العقد واعلنت بالطريق الامريكاني واعلنت وتم النشر في الجريدة اللي هي واسعة الانتشار. ومحدش تظلم من هذا الكلام، اصبحت الشقه بتاعتي. اظن ان انا كده فتحت باب للتعدي على حقوق الغير. طب ايه الحل؟ انا عندي هنا الكلام اتكلم على قانون الشهر ولم يتطرق الى قانون السجل العيني. تمام. مع ان الاصل ان انا احول الشهر الى سجل. يعني انا دلوقتي اما اجي امسك شهادات القيودات الموجودة في السجل العيني هلاقي ان الملاك ماتوا من 100 سنة و200 سنة. اما اجي استحدث بقى قانون السجل العيني، لان في مشاكل كتير حصلت في قانون السجل العيني، ان انا جبت الخرائط القديمة اللي هي اصلا استحدثت نقلتها في السجل العيني، اصبح فيه مشكلة، ارضي هنا وتسجلت هنا، تروح تجيب شهادات قيودات تلاقيها في قطعة غير القطعة، لازم ترجع للمساحة وتجيب ما يفيد ان القطعة 5 كانت سابقا 3، القطعة 4 كانت سابقا 8 وهكذا. يبقى انا دلوقتي عشان اطبق هذا القانون تطبيق صحيح وتفادى جميع المشاكل بتاعته لابد ان انا ارجع للاصل. الاصل ايه؟ قانون السجل العيني. اضبط قانون السجل العيني وابدأ أطبق قانون السجل العيني على جميع المحافظات، لأن ما فيش، هو قانون السجل العيني منطبق فقط على القرى مش منطبق على المدن. المدن كلها شهر عقاري. تمام. ولا ينطبق عليها قانون السجل العيني. عايزين نوضح إيه الفرق بين قانون السجل العيني وقانون شهر عقاري، يعني خاصة في النقطة دي إن الناس في القرى عايزة تفهم قانون الشهر العقاري. إن الأرض، يعني أنا لما أروح الشهر العقاري اقول له اديني
صوره من العقد بتاعي بتاع الشقه الفلانيه اللي هي الشقه المسجله، بيديني عقد ازرق صوره تبقى الاصل من العقد ده اللي هي الصوره المغلفه دي. ده نظام الشهر. تمام. نظام السجل العيني ما بيدينيش عقد ازرق، بروح اقول له اديني شهاده قيودات للقطعه رقم كذا في الحوض رقم كذا باسم فلان الفلاني. بيديني شهاده قيودات، بيقول لي، بلاقي ورقه زي دي كده مكتوب فيها فلان الفلاني، القطعه رقم كذا، الحوض رقم كذا، المساحه رقم كذا بس. يعني اللي هو الرقم الكودي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو هيقضي لي على هذه المشاكل. تمام. صحه التوقيع، هل يعني بعد التعديل في قانون الشرع العقاري الناس خايفه ان لو في واحد واخد صحه توقيع بحكم المحكمه ان يتم الطعن عليها من قبل اللي هو شاري منه؟ لا، صحه التوقيع احنا قلنا العقد العرفي كالعقد الرسمي. انا بقى انقل لحضرتك فيما بين يعني طرفين. كله بيقول لك انا اشتريت ومعايا صحه توقيع، ما ممكن صاحب الارض بعد كده يجي يقول لي لا صحه التوقيع ده ويطعن في الحكم. لا، يطعن في الحكم، هو ماضي على العقد. العقد شريعه المتعاقدين. تمام. وعندي الاصل هو القانون المدني. الاصل هو القانون المدني، الخاص يقيد العام، عندنا في القانون يقول كده، الخاص يقيد العام ولكن لا يلغي العام. انا عندي العام هنا ايه؟ القانون المدني، والخاص هنا قانون الشهر العقاري. الخاص هنا لا يتعارض مع قانون الشهر العقاري، مع القانون المدني. القانون المدني بيقول لي ان العقد شريعه المتعاقدين، انا بعت وانت اشتريت خلاص. تمام. العقد تم، حتى عملنا صحه التوقيع، عملنا صحه ونفاذ، سجل العقد او لم يسجل. احنا بس بنطمن المشاهد ان ما تخافش، كل اوراقك طالما فيها صحه توقيع ونفاذ واضحه وما فيها صحه توقيع، صحه توقيع خلاص، ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي مشاكل. الاستحداث بقى ده لمصلحتك قبل مصلحه الدوله. تمام. احنا هناخد بقى استحداث الماده من الاستاذ حسين محرم، رئيس مأموريه الشهر العقاري بمركز يوسف صديق. استاذ حسين مساء الخير. ايوه يا فندم، ازي حضرتك استاذ حسين؟ الله يخليك يا فندم. انا عايز افهم من حضرتك دلوقتي ايه الجديد في مشروع قانون التعديل بتاع الشهر العقاري، والناس عايزه تفهم هتعمل ايه يعني، وخاصه ان التسجيل هيبدا من 6 مارس. طيب ممكن بس الصوت يبقى اوضح شويه حضرتك؟ مش عارف اسمع. بقول لحضرتك ايه الجديد في مشروع قانون تعديل الشهر العقاري، وخاصه ان بدايه التسجيل هتبقى من شهر مارس ان شاء الله، 6 مارس. تمام. طبعا بدايه تحياتي للاستاذ عادل صلاح. اهلا وسهلا معالي الاستاذ المحامي المحترم، ربنا يسعدك. وتحياتي للاستاذ محمد يوسف لحضرتك. اهلا بحضرتك. شكرا. وتحياتي للبرنامج والقناه المحترمه. تحياتي لحضراتكم جميعا. ربنا يسعدك. نتكلم عن الماده 35. بالنسبه للتعديلات، اهم التعديلات اللي جت فيها هي طبعا، انا بس الصوت مش عارف، في تردد صوت معايا، مش عارف. لا أسمعكم كويس. انا سامع صوت حضرتك كويس. ممكن استاذنكم؟ انا سامع صوت حضرتك كويس جدا يعني. بالنسبه يا فندم، مطلع الماده 35 جميل جدا جدا جدا. طبعا هو بيتكلم عن الاحكام اللي هي النهائيه اللي بتكون طبعا تمت باجراءات موافقه طبعا للقانون وتعليمات الشهر العقاري، والمتضمنه اهمها اختصام صاحب التكليف، ودي نقطه مهمه جدا طبقا لقانون السجل العيني في الشهر العقاري. سمعني يا فندم؟ سامع حضرتك. كمل يا استاذ حسين. طبعا المشكله النقطه دي تحديدا طبعا ارتبطها بالفقره الاخيره في الماده 35، هي دي اللي انا بالنسبه لي عندي تحفظ عليها. ايه التحفظ؟ التحفظ ارتباطها بالمرافق ومصالح الناس. تمام. ليه بقى؟ لان احنا عندنا اشكاليه في بالنسبه لتطبيق قانون السجل العيني. بداية قانون السجل العيني قانون محترم جدا جدا جدا، تم طبعا الاخذ به في فرنسا ودول اوروبا ودول دول عربيه ومن ثم مصر، وهو قانون جميل جدا جدا جدا. لكن هو مشكله اشكاليه ان تم تنفيذه في اغلب المناطق هنا في مصر بشكل خاطئ. بمعنى ايه بقى؟ ان اللجنه اللي تمت قامت باجراء هذا التسجيل قامت بنقل التكليفات والاسماء اللي هي المكلفات القديمه في دفاتر السجل العيني. تمام. معايا يا فندم؟ مع حضرتك.
طبعا قانون السجل العيني بيلزم حضرتك ساعه يعني تقوم بعمليه رفع دعوه سواء تثبيت ملكيه او صحه ونفاذ او اي دعوه، لازم اختصام صاحب التكليف. المشكله هنا بقى في اختصام صاحب التكليف ده. طبعا الماده 35 بتتكلم عن الاحكام اللي صدرت بالفعل، ودي قله قليله جدا بالنسبه لكم الدعاوى اللي بيتم تقديمها للشهر العقاري. معايا يا فندم؟ مع حضرتك. لان اغلب دعاوى اللي بتتقدم للشهر العقاري بتتصدم بحته اختصام صاحب التكليف. طب ماشي يا فندم؟ تمام مع حضرتك، كمل يا استاذ حسين. انا كنت تقدمت ببحث من حوالي 5 أو 6 سنوات كده في دوره تدريبيه في عكاشه، واتكلمت فيها عن الجزئيه دي تحديدا، ان احنا ممكن نتلاشاها بايه؟ اقترحت ان احنا ممكن يصدر تشريع من مجلس الشعب باعاده فتح المرحله الانتقاليه لتطبيق قانون السجل العيني من جديد. ماشي يا فندم؟ تمام. وده بيتم عن طريق تقديم استمارات التسويه، واقترحت في البحث ان يكون استمارات التسويه دي مجانيه. ليه؟ علشان الناس ما تحجمش عن تقديم طلبات وتسويه الاوضاع. بعد ما نقوم بعمليه تسويه الاوضاع فعليا على الواقع ونقل التكليفات من القديمه للحديثه باسماء الناس الوضع يدها حاليا، يتم تنفيذ بقى ايه؟ الماده 35 بوضعها ده، وساعتها هتبقى هتهدي جدا وهيبقى الوضع اجمل كتير. تمام. فمثالي النقطه اللي بتكلم فيها وصلت ولا لا؟ تمام. الناس عايزه تفهم يا استاذ حسين، الرسوم، رسوم التسجيل هتبقى كام، ولا هتوصل لايه، ولا ايه الرسوم، نظامها ايه بالظبط؟ هو طبعا رسوم التسجيل يا فندم، احنا طبعا عندنا حد اقصى 2000 جنيه بالنسبه لرسوم التسجيل. تمام. يعني احنا بالنسبه كشهر عقاري الوحده بيت طبعا ان كانت مباني 100 جنيه لل 100 متر، ماشي، بتزيد لو 200 يبقى 1000، 300 1500 400 2000 جنيه، وده حد اقصى بالنسبه لرسوم الشهر العقاري. شامله المساحه والحاجات دي ولا دي الوحده؟ ايوه شامله يا فندم، شامله الاعمال المساحيه. تمام. تمام. ده بالنسبه لرسوم الشهر العقاري، ما فيهاش مشكله خالص، هو بس الاشكاليه اللي بتكلم فيها حضرتك هي الجزئيه اللي انا اتكلمت فيها في بالنسبه لي اختصام صاحب التكليف في الدعاوى. يعني هي بس فقط رسوم التسجيل في شهر عقاري، هي دي فقط رسوم ولا في رسوم اخرى؟ لا، في يا فندم رسوم اخرى، في 2.5% دي بتتحصل من قيمه العقار اللي بيتم تسجيله، لكن ده مش للشهر العقاري. ما هو بتدفع للشهر العقاري ولا بتدفع فين؟ نعم. ال 2.5% دول اللي هي ضريبه التصرفات العقاريه، دي بياخدها الشهر العقاري ولا بياخدها ال بتدفع للشهر العقاري ولا ايه الجهه اللي بتاخدها ايه؟ استاذ حسين؟ انا مش سامع يا فندم، مش سامع الصوت خالص. بقول لحضرتك يا استاذ حسين، اللي هي ال 2.5% دي بتدفع للشهر العقاري؟ لا، اللي بيحصلها يا فندم الشهر العقاري، لكن ما بياخدهاش الشهر العقاري. دي بتروح لجهه ثانيه، وفي برضه 1% لنقابه المحامين بالنسبه لو العقد يزيد عن 20,000 جنيه. 1% نقابه المحامين. لكن رسوم الشهر العقاري حد اقصى فيه 2000 جنيه زي ما سياده الوزير تفضل، وزي ما استاذ جمال ياقوت اوضح هذا الموضوع. يعني في رسوم اخرى ولا هي كده يعني 2.5% نقابه المحامين 1%، في رسوم اخرى ولا تستكفى على كده؟ لا، مفيش يا فندم رسوم ثانيه. تمام. استاذ عادل عايز يسال حضرتك يا استاذ حسين سؤال. اتفضل يا فندم. هو ضريبه التصرفات العقاريه الاصل فيها على البائع، انا اللي بعت. ايوه يا فندم. اللي بيقدم لحضرتك طلب تسجيل الحكم المشتري، واللي بيقدم طلب اللي بيرفع دعوه صحه ونفاذ هو المشتري. ازاي هلزم البائع ان هو يدفع ال 2.5%؟ ايوه يا فندم. يعني انا دلوقتي اللي بيقدم لحضرتك طلب تسجيل الحكم المشتري. ايوه. وضريبه التصرفات العقاريه الاصل انها على البائع. ايوه يا فندم. إيه انا هاخدها من البائع ازاي؟
ما هو كان سيادة الأستاذ دكتور جمال ياقوت تحدث في الموضوع ده وأوضح إن في بالفعل ممكن إن بيتم تقديمه من المشتري وإن المشتري يا فندم بيرجع بعد كده على البائع بهذا المبلغ بيطالبوا بيه قانونا. يعني أنتوا بتحصلوا مقدما. يجوز للمشتري الرجوع على البائع بهذا المبلغ قانونا. تمام. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ حسين محرم رئيس مأمورية الشرع العقاري بمركز يوسف الصديق، بشكر حضرتك جدا على التوضيح ده، الف شكر. شكرا حسين. شكرا استاذ هادي. تعقيب حضرتك على كلام بقوله، خاصه ان احنا المشكله دلوقتي مش في الرسوم بس، الاشكاليه الناس عايزه تفهم يعني ايه ضريبه التصرفات العقاريه، وهل فيها حالات من الاعفاء من الضريبه دي ولا لا؟ هو ضريبه التصرفات العقاريه دي موجوده من قبل القانون. يعني اي تصرف عقاري عليه 2.5%. تمام. كانت قبل كده 5%. تمام. ولكن ايام ما كانت 5% من زمان كانت بيقاس قيمه العقار على 7 أمثال الضريبه ثم 22 مثل الضريبه. تمام. ده اللي بنقيم الضريبه بتاع العقار كانت لا تتعدى ال 20 جنيه. فكان بتبقى قيمة العقار قليلة. أما أدفع 5% من هذه القيمة القليلة يبقى أنا ما بدفعش فلوس. بعد كده اعتد، يعني لما تم تعديل قانون المرافعات وتم زيادة قيمة العقارات فأصبح لابد من التدخل المشرع أن هو يخفض 5% إلى النص، خلاها 2.5%. تمام. ال 2.5% القانون احدث بقى قانون، تمام، اللي هو بتاع الضرائب، قال ايهما البيع او المشتري، يعني اللي هو صاحب المصلحه اللي هيتقدم بطلب في الشهر العقاري سواء البايع او المشتري هو اللي نحصل منه ضريبه التصرفات العقاريه. هو انا المشتري اشترى، هيجبر البائع ازاي ان هو يرفع قضيه بقى في المحكمه ويخش في قصه، ولكن دايما في مبدا في الضرائب يقول ادفع ثم استرد. يعني حتى انا كضرايب لي عندك فلوس 100,000 جنيه، انت تقول لا انا ليا فيها 30,000 اخصم لي 30، يقول ادفع 100 وبعد كده استرد، خد حكم واسترد ال 100. هل في حالات هناك معفاه من التسجيل من دفع ضريبه التصرف العقاري؟ مفيش حالات معفاه. مفيش حالات معفاه خالص. طب اسال حضرتك برضو عن اللي احنا بنتكلم عنه، في احيانا بيبقى في شقه ورثه. تمام. الحل ايه والمشكله تتسجل ازاي؟ يعني واحد اشترى شقه من ورثه هو مش عارف يسجلها، بيسجلوها على الشيوع. ها؟ بيسجلوها على الشيوع. بيسجلوها على الشيوع. انا بتكلم، هي المشكله مش في تسجيل العقار. والمشكله مش في الاجراءات الطبيعيه، والمشكله مش في الاجراءات اللي هي وصحيح القانون وصحيح ضمير الناس. المشكله في التحايل على هذا القانون. تمام. لأن الشهر العقاري أما كنت بسجل شقة حتى لو تحصلت على حكم يقوم تسجيله مقام العقد المسجل، لابد أن يكون الشهر العقاري ببحث الملكية والتكليف. أنا الشهر العقاري هنا لا يبحث لا الملكية ولا التكليف، ممكن يظلمني أنا. هو بيسجل فقط، هو بيع ومشتري بس. طب الناس اللي هم الموجودين عندك في عقد انا مسجل ومسجل بقاله 100 سنه وانا تدرست وفي اشهار ارث وفيه وفيه وفيه، خلاص الاجراءات اتبعت وتم عدت المده القانونيه، انا كشهر عقاري خلاص عملت اللي عليا. طب احنا بنتكلم في اجراءات التسجيل في الشهر العقاري، ايه المطلوب او الاوراق المطلوبه اللي انا اقدمها عشان اسجل في الشهر العقاري؟ بالنسبه للتعديل ولا مسبقا؟ يعني لو هنتكلم مسبقا او حاليا، خلينا في حاليا دلوقتي التعديل. لا مسبقا لابد انك انت يعني العقار اذا كان مش مسجل لابد من الحصول على حكم بصحه ونفاذ هذا العقد او دعوه تثبيت لملكيه هذا العقار. تمام. خدت حكم والحكم اصبح نهائي، بعلن بهذا الحكم الصادر ضد الحكم. وبعد كده باخد الحكم واقدم طلب في الشهر العقاري. تمام. المختص بياخد رقم وحدة. رقم كودي. رقم كودي. الرقم اللي انا بقدمه في الشهر العقاري بياخد مني الحكم وبياخد مني الاعلام بالحكم وبياخد مني العقد الاصل العقد بتاعي
وبعد كده الشارع العقاري بينشهر بقى، بينشر هذا الحكم في جريدة واسعة الانتشار. تمام؟ على نفقتنا. بعد مضي المدة القانونية بيقول لي روح الشارع العقاري هات ما يفيد، روح المحكمة المختصة هات ما يفيد ان ان الحكم ده لم يتم الطعن عليه. او ان الشهر ده لم يتم النشر ده لم يتم التظلم منه قدام قاضي الامور الوقتيه. يعني في كلا الحالات لازم تروح للمحكمه. لا بروح للمحكمه امتى؟ ده مش انا اللي هروح للمحكمه. اللي هيروح للمحكمه اللي هو هيتظلم من هذا الحكم. اللي انا رفعت قضيه، اللي انا بسجل الحكم بعد ما اخدته ونشرته تم الاعلام فيه في احدى الصحف، في بقى انت شفت الحكم ده وقلت لا ده الشقه دي بتاعتنا، العقار ده بتاعنا، جيت تظلمت قدام ايه؟ قاضي الامور الوقتيه. قاضي الامور الوقتيه قضى برفض التظلم. الشهر العقاري بيقول لي روح هات لي بقى انت من المحكمه ما يفيد ان التظلم ده تم قبوله او رفضه. اذا كان تم رفضه بقدم ما يفيد ان هو تم رفضه. إذا كان تم قبوله يبقى خلاص الرقم اللي هو اللي اتاخد ده بيتم إيقافه. الناس عايزة تسأل، بتفهم عايزة تسأل في سؤال وصل لي بيتكلموا عن هل يعني في التعديل ده إن صاحب العقار أو المشتري هيروح لشارع العقار على طول ويسجله ولا لازم برضه يروح برضه المحكمة والقصة؟ ما هو معايا هو يعني أنا العقد معايا بس أنا بدل ما رحت للمحكمة ولفيت وأخدت حكم والكلام ده أنا أخدت صاحب العقار وروح لشارع العقاري، أنا صاحب العقار ودي الملكيه بتاعتي وانا بتنازل له على العقار. ما انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي لازم الناس تفهم ان انا خدت الراجل ده ورحت الشهر العقاري بالعقد ده، يبقى الراجل ده لازم المكان بتاعه يبقى مسجل في الشهر العقاري. لازم هو كمان يبقى مسجل. يبقى مسجل في الشهر العقاري، ده اسمه البيع الرضائي. ده اسمه البيع الرضائي. تمام. يبقى ده ما فيهوش مش مالوش دعوه بالماده. التعديل بقى في الايه؟ في الحكم الاحكام اللي صدرت ليها. لا اللي هي فاتت. انا خدت صح ونفذ مش عارف اسجله ليه؟ لان الشهر العقاري جاي يبحث الملكيه والتكليف لاني مش مختصم احد اصحاب التكليف. ليه؟ لانه مثلا مات من 100 سنه ومش عارف ليه ورثه. في النقطه دي الشهر العقاري التيسير بقى اللي حطه المشرع هنا في النقطه دي ان هو مش هيبحث لا ملكيه ولا هيبحث تكليف، هيسجل الحكم. ويبقى أنا معايا عقد أزرق باسمي بهذه الشقة أو بهذا العقار أو بهذه الأرض أو بهذا المحل، ويبقى المكان ده مسجل أبيعه بعد كده بيع رضائي بعد كده. أنا لو ما سجلتش واستمريت في صحة التوقيع صحة التوقيع ونفاذ، تمام، هيحصل لي حاجة؟ ولا أي حاجة. صحة التوقيع ماشية وسارية ولم تلغى ولن تلغى. تمام. والعقد العرفي حتى لو ما علهوش صحة التوقيع فهو عقد نافذ فيما بين طرفيه. ولكن كل ما في الموضوع انك انت اما تروح تنقل مرافق باسمك من اللي انت اشتريت منه، الجهات الإدارية مش هتنقل لك مرافق إلا بعقد مسجل. المشكلة دي بقى هتبقى هتتبعها المشكلة اللي ينطبق عليها قانون السجل العيني. المشكلة احنا معانا اتصال هاتفي من مواطن استاذ محمد من الجيزة. اتفضل استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استفسار حضرتك يا استاذ محمد. الاتصال قطع. اكمل مع حضرتك استاذ عادل. كان مجلس الوزراء من شهر تحدث عن ان هيكون في مشروع قومي لحصر ادارة الثروة العقارية وان يكون في رقم قومي لكل عقار. هل ده بيختلف؟ يعني انا لو خدت رقم قومي لكل عقار هل ده يغني ان انا اسجل في الشهر العقاري ولا ايه؟ لو انا خدت رقم في الشهر العقاري مش محتاج رقم قومي، لان خلاص انا الملكيه بقت ثابته ومسجله في الشهر العقاري. انما المقصود بحصر الرقم القومي اللي كان مقصود قبل هذا القانون ده كان في الضرائب العقاريه. كان مقصود بيه ازاي اقتضي الضريبه العقاريه من مستحقيها. ما جيش اظلم واحد واصلا مش مالك الشقه ومش مش قاعد فيها وهو مستاجر بس، واجي اطالبه بضريبه تصرفات عقاريه او اجي اطالبه بضريبه عقاريه. تمام. احنا عايزين نتكلم عن الرسوم. انا في من ضمن الحاجات اللي بتكلم عنها رسوم نقابه المحامين. الناس عايزه تفهم ايه علاقه نقابه المحامين بالرسوم اللي هي الواحد في الشهر العقاري. تمام. الشهر العقاري اما بتقدم له المستندات بيقول لك هات لي ما يفيد انك انت سددت الرسم، بياخدوا خمسة جنيه على كل 1000.
احسب بقى العقار بكام واحسب القيمة بكام وبتروح تسدد في الشهر في نقابة المحامين اذا كانت بقى تبع الفيوم تبع الجيزة تبع كذا، بتروح النقابة الفرعية وتسدد ما يفيد، يعني معاك صورة العقد او معاك اصل العقد انك انت سددت التصديق على العقد يعني ولا ايه؟ هي مقابل مراجعة العقد يعني هو كده كده ما هو موكل محامي، ما هو موكل محامي، ما هو المحامي بقى بياخد اتعاب، المحامي بقى اللي هو حط ختمه على العقد ده هو اللي بيروح يدفع الفلوس دي، هو مش المواطن هو اللي بيدفعها، ما هو بيحصلها من المواطن الاستاذ عادل. نعم هو بيحصلها من المواطن بس بيدفعها على اسمه هو. يعني انا كمحامي بدفعها على اسم انا. تمام، يعني مش المواطن بقى بيروح منه لنفسه كده يروح يدفعها، لا. انا عشان كده بوضح النقطه دي لان الناس كلها يعني بياخدوا 5 في الالف، 5 جنيه على 5 جنيه على كل 1000. مش كتير يعني، مش كتيرة فعلا. هي القصة في الضريبة التصرفات العقارية اللي الناس كلها بتسأل عنها وبيسألوا ايه الحل في المشكلة بتاعت الضريبة العقارية. هو ما وجدش المشرع هنا حل للبايع، يعني البايع دلوقتي باع وتكسب ومعاه الفلوس، ازاي انا هدفع فوق ده كله ال 2.5%؟ طب في حالة الهبة اللي الواحد لو بيسيب عقاره لابنه او بيتنازل عن حق العقار لابنه، ده برضه مجبر ان هو برضه يسجل في شهر عقار ويدفع الضريبة، ضريبة التصرفات على العقار؟ الهبة بلا رسم، مفيش اي ضريبة عليها. ايوه يعني لو الهبة بلا رسم يعني هو الرسم بس الثابت اللي هو بتاع الشهر العقاري ومفيش ضريبة. مفيش ضريبة. ايوه لا ضريبة حتى على التصرفات التي تتم من الاصول للفروع. مفيش ضريبة. يعني انا بعت لابني، بعت لبنتي، مفيش ضريبه. مفيش ضريبه طالما انت بعت، الاب باع لابنه، الاب باع لابنه والاب باع لبنته، مفيش ضريبه تصرفات عقاريه. بالنسبه للتجمعات العمرانيه الناس عايزه تفهم، انا في كومباوند وعايش وفي شركه هي اللي مسؤوله عن وبدفع عليها قسط شهري، ما هي دي من ضمن المشاكل. ليه بقى؟ ايوه انا عايز افهم الحته دي بقى. من ضمن المشاكل الكبيره كمان، اولا الشركه معفاه من الضرايب، تمام، وبتيجي تبيع لي، بروح انا اسجل، مش هعرف اسجل. ليه؟ لان الارض كلها تبع الشركه مش مسجله. الارض كلها مش مسجله، عشان اسجل الشقه بتاعتي لازم الارض كلها تسجل لانها اماكن مستحدثه، ولكن لان ممكن تجيب حتى الخريطه المساحيه بتاعتها تلاقيها كده مكتوب عليها في الخريطه ظهير صحراوي، مفيش حاجه عليها لسه، فلازم ولا بد ان يعدل هذا القانون مع مقتنيات المشاكل اللي احنا فيها. تمام. الناس بتسال، انا دلوقتي مفيش تسجيل، هل ملكيه الشقه دي هتنزع من ملكيه الشقه دي ولا نظامها ايه؟ الملكيه الخاصه مصونه لا تمس، ده نص في الدستور. الملكيه الخاصه، الملكيه الخاصه مصونه لا تمس. اي ما يخالف الدستور فهو والعدم سواء، وبالتالي مش هتلاقي فيه، يعني هذا القانون لا يوجد به ما يخالف الدستور في هذه الجزئية. تمام. ارتبط بيه ان التسجيل شهر عقاري ده، انت يعني وزير العدل تحدث ان عايز تسجل سجل، مش عايز تسجل ما تسجلش، براحتك، ليس اجباري. تمام. اختياري. ولكن ارتبط بيه حتة المرافق. تمام. ان انت لو رحت تعمل ترخيص مباني، رحت تنقل عدادات مية او كهرباء او غاز، خلاص انت مش مسجل في شارع عقاري، فمش من حقك ان انت تتعامل مع اي جهه. انا عايز اعرف من حضرتك خطوات نقل المرافق دي ازاي، الاجراءات المتبعه اللي انا اتبعه قانونيا يعني. هو في حاجتين، اجراءين. الاجراء الاول ان انا مرخص هذا العقار، بروح الحي او السجل او مجلس المدينه المختص او الوحده المحليه المختصه، معايا صوره من الرخصه ومعايا عقد عليه صحه توقيع، وبقدم طلب بينزل يعاين ويتاكد من صحه هذه المستندات وبيديني جواب موجه للايه؟ لشركه الكهرباء بتتعاقد معايا وتركب لي الايه؟ المرافق بتاعتي. تمام؟ تمام. انا ركبت المرافق، انت بقى بالنسبه ليك انت، انا خلصت الاجراءات اهو. انت بالنسبه ليك انت اشتريت مني الشقه دي. تمام. المفروض انت اشتريتها، انا بوريك بس بعضا من المشاكل. ايوه ما احنا عايزين نتكلم في المشكله دي. انت اشتريت مني هذه الشقه اللي اصلا مرخصه، واللي اصلا العقد بتاعها الاصل اللي هو بتاع الارض نفسه كان مسجل مثلا،
وانا تقدمت للجهات الاداريه بالمستندات والتراخيص وخدت الموافقه ورحت الشبكه واتعاقدت على هذا ايه مع شركه الكهرباء وبعت لك هذه الشقه. المفروض ان انت طالما انا بعت لك تنقل لي هذه المرافق، لان حتى يجوز انك انت تنقل هذه المرافق بالتوكيل في هذا في الظل اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو قبل هذا القانون وفقا لقانون الوكاله. يبقى انت دلوقتي اصدرت قانون وبتصادر لي على قانون الوكاله اللي هو ان انا يجوز ان انا اروح شركه الكهرباء وانقل هذه المرافق بالتوكيل طالما الاجراءات قانونيه وصحيحه. تمام. اللي هي ايه؟ ان انا المكان مرخص، العقار مرخص، وصادر له ترخيص ومفيش اي مخالفات. الطريق الثاني بقى اللي هو طريق العشوائيات. انت فتحت لي الباب ان انا اقدم طلب لشركات الكهرباء انها توصل لي الكهرباء للعشوائيات. توصل لي المياه للعشوائيات. او نظام الممارسه. لا. الممارسه دي طريق ثاني. يبقى انت وصلت لي عداد ان انا عشوائيات، يعني باني كده بدون ترخيص، باني كده بدون اي حاجه، كلام سليم، وبعت الشقه وتصرفت بيها وركبت. ما هي وزاره الكهرباء تؤكد دائما ان العداد لا يثبت ملكيه او لا يؤكد ان انت على وضع القانون الصح. انا بحافظ على حقي ان انا اخد حقي من الفاتوره بدل ما اخليك شغال بنظام الممارسه. تمام. انا باخد حقي الاستهلاك، اما ده لا يثبت ان انت قانون صح او ان انت دي ملكتك ولا الرخصه. بتقول انك انت ان الرخصه اللي صادره للعقار سند ملكيه. حتى مكتوب في الرخصه الكلام ده. تمام. ولكن انا بقول انا وضعي استقر، وضعي هنا استقر. انت بتزعزعه لي ليه؟ انت بتحط قانون عشان تثبت لي العقار، تسجل لي العقار. يبقى طالما هتسجل العقار ما تحطلوش ديل بقى ان انا مش هنقل لك المرافق الا بالتسجيل. طب الناس اللي ركبوا المرافق قبل كده ايه ذنبهم؟ الناس اللي قاعده بقالها 10 سنين و20 سنه واللي قاعده من الاسبوع اللي فات واللي قاعده من الشهر اللي فات اللي هي قبل سريان هذا القانون ايه ذنبهم؟ فالمفروض القانون اصلا يسري باثر فوري وليس باثر رجعي. اي قانون بيسري باثر فوري ولا يسري باثر رجعي. الظلم في هذا القانون ان هو بيسري باثر رجعي. لا مش بيطبق من بداية 6 مارس. 6 مارس على اللي فات. اللي هيبدأ يسجل. يا باشا ما هو أنا مرتبط ابدأ سجل بقى في عقاراتك. خد النص قبل كامل. كده خلاص أنت عيش زي ما أنت عايز تعيش، بس لما تيجي تروح أي مصلحة حكومية. ما بسجل إيه؟ بسجل إيه؟ بسجل اللي فات من تاريخ إنشاء مصر لغاية دلوقتي. يعني هو القانون بيسري بأثر رجعي وليس بأثر فوري. ده القانون ده. إنما المفروض القانون يسري بأثر فوري وليس بأثر رجعي. تمام. وده العوار اللي في هذا القانون. انما انت بتسجل لي ده انت على راسي من فوق. انت بتسجل لي هذا المكان، انا بشكرك جدا جدا. بتيسر لي الاجراءات، ولكن انت اشتغلت في مجال اللي هو مجال الشهر وسبت لي مجال السجل. مع ان الشهر العقاري والسجل العيني الاثنين تسجيل في الشهر العقاري. الدكتور جمال هيوت رئيس مصلحه الشرع العقاري كان بيتكلم ان في يعني في فئات مستثناه من ضريبه التصرفات العقاريه كالوارث وجميع الشركات وجميع الوحدات في القرى والنجوع، برضو غير يعني العقارات اللي هي موجوده في القرى والنجوع برضو مستثناه من تصرفات ضريبه التصرفات على العقار، فعلا ولا كلام مظبوط؟ القرى والعزب والنجوع مستثناه من ضريبه التصرفات العقاريه. يعني اي واحد في قرية يسجل مش هيدفع ضريبة؟ مش هيدفع ضريبة تصرفات عقارية. حتى لو هو مشتري؟ المية. حتى لو هو مشتري أو بايع. تمام. هو اللي بيستفيد. ما بيدفعش ضريبة التصرفات العقارية. لو واهب برضو سواء في القرى أو المدن برضو لا يدفع ضريبة تصرفات عقارية. يعني هي الضريبة بس مختصرة على واهب لمين؟ لابنه. لحفيده. لأحد الورثة. يعني القانون بيستثني كده بقى القرى والنجوع والكفور للاسف بقى كمان انا بقول لحضرتك ما انا عايز اوضح الحته دي.
بيستثنيهم. يعني اي حد مزبوط. في الكوره واي حد في النجوع ما بيدفعش ضريبه مش هيدفع ضريبه التصرفات العقاريه مش هيدفع ضريبه هو بس القيمه بتاعه الرسوم بتاعه الشهر العقاري وعلى كده تمام. ولكن 65% من الكره والنجوع ينطبق عليها قانون السجل العيني. يبقى انت عملت لي ايه يعني؟ برضه هيخش يعني انت دلوقتي كل المدن كل عقارب. المدن ينطبق عليها قانون الشهر العقاري. 90% او 80% من النجوع والقرى والعزب ينطبق عليها قانون السجل العيني. يبقى انا دلوقتي لازم احل هذه المشكله. هو في القريه بياخد صحه توقيع ونفاذ بيروح يسجلها في شهر عقاري. ما ازاي هسجلها؟ ما فيش في القريه ما بيعرفش يسجل. ليه؟ لان هو بياخد حكم صحه ونفاذ وبيقف على كده. وهي سجل عيني مش شهر عقاري. المكان نفسه سجل عيني وبختصم اصحاب التكليف ممكن في النهايه خالص اختصمهم في النيابه ان انا ما استدلت لهمش على مكان. اروح اخد الحكم واروح الشهر العقاري عشان اسجله. ما اعرفش اسجله ليه؟ لان الشهر العقاري بيبحث الملكيه والتكليف. اما اجي ارفع القضيه قدام المحكمه بتاع صحه ونفاذ بيكتب لي كده على عرضه الدعوه اللي بيشهرها بيكتب الشهر العقاري لا يبحث الملكيه ولا التكليف. اما اجي اسجل بقى هذا الحكم لازم الشهر العقاري بيبحث الملكيه والتكليف. يبقى انت دلوقتي فضلت ناس وسبت ناس. فضلت اللي هم ينطبق عليهم قانون الشهر العقاري وسبت اللي ينطبق عليهم قانون السجل العيني. يعني اصلا في مشكله في قانون السجل العيني. مش عارف اي حد تبع قانون السجل مش عارف يسجل في شهر عقاري. ايوه هياخد حكم صح ونفاذ لازم يبحث فيه الملكيه والتكليف. مش هتنطبق عليها هذه الماده. يعني تاخد حكم صح ونفاذ تاخد حكم تثبيت ملكيه روح الشهر العقاري في هذه الحاله لابد ان تبحث الملكيه والتكليف. يبقى انت حليت لي جزء وسبت لي الجزء الثاني. طب الجزء الثاني هتحله لي ازاي؟ يبقى لازم تحل لي هذه المشكله بتشريع. لان انت شرعت يبقى ما ينفعش بكتاب دوري. احنا لغايه دلوقتي في 3 كتب دورية أو 4 كتب دورية. هو الحقيقه تشريعات النواب بتطالب وزير العدل بان هو يؤجل تطبيق القانون. وهي يعني لما ربنا يتمم شفاعه على خير هيبقى يستدعوه في مجلس النواب. انا عايز افهم بس من حضرتك النقطه المتعلقه ب انا في كرة بالتحديد. لان انا مركز على الكرة لان كل استفسارات من الكرة. تمام. لما حضرتك انا مش عارف اسجل في الشهر العقاري احنا عايزين نتكلم برضو عن الجانب الايجابي في القانون. القانون ده مش بيرفع من قيمه التسجيل في شهر عقاري بيرفع من القيمه العقاريه للعقار وبيحافظ على الملكيه. لا احد في الجمهوريه كلها يعترض على تيسير اجراءات التسجيل في الشهر العقاري. ولكن اعتراضي واعتراض الكافه على ان انت ميزت ناس وسبت ناس. ميزت اللي ينطبق عليهم قانون الشهر العقاري وسبت اللي ينطبق عليهم قانون السجل العيني. مع ان السجل العيني تطبيقه وتعميمه اوجب كان هيحل لك المشكله دي. ليه بقى؟ لان انت ما اجي اطبق قانون السجل العيني بمضي استماره زي دي. اقول انا حايز الشقه الفلانيه في المكان الفلاني وبتيجي لجنه من المساحه تعاين وبيجي الشهر العقاري بيعمل اعلان اللي هو بنتكلم فيه ده. وبعد انتهاء مده الاعلان طالما ما حدش تظلم على هذا الاعلان في الحاله دي بيسجل العقد وتبقى الشقه او العقار او الارض او كذا بتبقى ملكيتها ثابته بالنسبه لي. وده قانون السجل العيني. تمام. احنا للاسف وقتنا خلص بس اخد من حضرتك كلمه اخيره. كلمه اخيره تاجيل العمل بهذا القانون لحين تعديله وما يتناسب مع قانون السجل العيني. تمام. انا في نهايه الحلقه بشكر حضرتك جدا الاستاذ عادل صلاح خضر المحامي بالنقد على التوضيح ويتمنى ان يكون المشاهدين يعني استوعبوا المعلومات دي. بشكر حضرتك جدا على استضافتك معايا النهارده. شكرا. بشكر المشاهدين على حسن المتابعه على امل ان نلتقي في لقاء اخر تصبحوا على خير.